يتعلق بالمادة ما دام أنه في الصدقة ومن كذا والحرص على التخلص منها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. نعم. ومنها ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يا زين هبات اللي يسألك ربك وش سويت، والله تصدقت في وقف المدينة، بذلت الكذا بذلت الكذا. هذه امرأة سمعت عن الدين وخطورته والتسويف فيه، زين أبو عايض، خطر عظيم التسويف في سداد الدين يا رب. كان عندها مبلغ وتطلبها حرمة ثانية أو رجل آخر أو كذا مبلغ، وقالت وش يضمن لي أني أعيش عند عيلها ثلاثة ورجاجيل. قالوا وش بتسوين؟ قالت أروح أسدد. قالوا لا ما تسددين، عطينا هالمبلغ باقي على 3 أشهر، عطينا نتحرك أهلت ولا كذا. قالت أبد يا عيالي يا عيالي. قالت وابدا، قالت والله ما عندي فيكم. وهي اللي تطلع سلمك الله من البيت ويلحقونها ويدفها واحد منها منهم بياخذ الدراهم منها وطي على راسه ويجيها غيبوبه شوي يوم صحت. يا الله يا ربي انك تحرمهم من الذريه، اعوذ بالله. المهم سلمك الله، ويوم سمعوا ذا الدعوه وخذوا الدراهم منها وعودت في حسره وذا، ويقولوا تموت المراه ولها الحين اعمارهم فوق كم سنه ولا واحد الرزق باي ذريه بها يا رب. شلون تعرض لميمك بتروح تسدد دين عليها وتعرض عليها فذاك يحضر الانسان من هذا المال. ترى والله المال فتنه، انما اموالكم واولادكم عدو لكم فاحذروا. فيا زين من يعطي من هالمال ويبذل من هالمال، والله ان الله سيخلف له خير. سبحانه، الله يجزاك خير يكتب اجرك. تعودت اني علق انا الحين، انت رجل يعني، احنا ما نقول الاطفال، نتكلم للبالغين. والله رجال اللي نقل لي هالقصه يا اخي، اي البالغين اللي يجم ويقول يما اعطيني 20 ريال 50 ريال، ترى امك بتعطيك اياها لان الام قلبها رعرعه. صح، عارفين والدين الجنه، اي قلب الام ما يقاوم ابنها او بنتها، تعطيك هال 50 ريال. طيب انت اخذت هال50 ورحت يا رحت المطعم يا رحت الدرب اللي خاص فيك، انت ما تدري انك ممكن كدرت على امك بهال50 ريال ما عندها الا هي. الله المستعان. ولا لا؟ الا والله، ولا هي بردتها عنك، ولا هي بردتها عنك. انت ورا ما قبل ما تجمك تقول يمه تبين شيء؟ يا اخي وبيرزق ربي وتقوي نفسك وتسوي نفسك عصامي، لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم فيها اشياء سبحان الله، ما ادري الناس ما تنتبه لها، ما ادري الناس تعدى. يا اخي لو لك حاجه، انت بتاكل علشان تروح المطعم، لا تاكل في مطعم. انت بتشتري اشياء، اكيد اشياء ما هي انت ما ضيعت فلوس كلها في اشياء يمكن ما هي ضروريه، اشياء انا ما بقايلها يعني. فيا اخي اكل عند ام اول ابو شو اسمه، يقول نرضى بالسهل او نقنع بالسهل، هذا السهل في رساله ابو دحيم. ضمن الرسالة دحيم رسالة ابو دحيم يقول نقنع بالسهل. ترى الكلمة هذه لها معنى، يعني أن تقنع بالسهل، يا اقنع بالسهل عن أبويك، اقنع بالسهل، لا تحدهم على الأشياء، فما بالك فلغ صبها والله يطق علشان ياخذ منها، لا حول ولا قوة إلا. اي والله الله يكفينا الشر، الله يكفينا الشر، جودنا الجنة. الله يطول بعمرك يا ابو عايض على هالكلام المفيد اللي كل واحد والله المفروض انه يحطه حلقة بدنه ويتعلمه تعلم مع والدي. دكتور وش عندك لنا من العلوم الزينة طال عمرك قبل نهاية الوقت؟